يقول أنا كافي اليتيم باستقطاع شهري من البنك، هل ينطبق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، أو يلزم الكفالة أنني آخذه معي في بيتي؟ كونك تأخذه معك في بيتك وتشرف عليه وتتولاه أفضل، وإلا إذا قمت بكفالته وهو ليس عندك هذا شيء طيب، لك الأجر في ذلك. نعم.